السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار. طبعا في الأسابيع الماضية كان عندنا جولة في المملكة العربية السعودية، التقينا بكثير من الشباب التشاديين العايشين في المملكة العربية السعودية، وكثير منهم مولودين في المملكة العربية السعودية. سلطنا الضوء على هؤلاء الشباب والعمل الذي يقومون به، وهناك في مواهب وفي بنات أيضا عندهم مواهب كثيرة جدا في المملكة العربية السعودية. ما زلنا أيضا حتى الآن نتجول في أرجاء المملكة العربية السعودية ونلتقي بالشباب التشاديين المتواجدين في المملكة العربية السعودية. برنامجنا برنامج قضية الحوار، برنامج يسلط الضوء على كل التشاديين، لأن في بعض التشاديين قاعدين برا تشاد اتصلوا بنا قالوا انتم برنامجكم قضيه الحوار دائما بتناول قضايا التشاديين في الداخل، لكن ما بسلط الضوء على قضايا التشاديين العايشين برا، لان في تشاديين عايشين برا ايضا عندهم بعض القضايا، عندهم بعض الشباب ان صح التعبير. ف لزاما علينا ان نسلط الضوء على هذه الفئه من الشباب التشاديين العايشين برا. اليوم ايضا في هذه الحلقه ما زلنا في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد في مدينه جده. اليوم ايضا نلتقي بمجموعه من الشباب التشاديين الناشطين في كثير من المجالات في المملكه العربيه السعوديه، وهؤلاء الشباب اسسوا مجموعه سموها مجموعه الرساله التطويريه. مجموعه الرساله التطويريه مجموعه تجمع جميع الشباب التشادي المتواجد هنا، لكن هي بالاساس جمعيه أو مجموعة خيرية، وأن احنا خلال تواجدنا مع الحجاج التشاديين شفنا الجمعية ما شاء الله قامت بأعمال كبيرة جدا. فاليوم نلتقي بهذه المجموعة، نتعرف على هذه المجموعة والعمل الخيري اللي بتقوم به للشعب التشادي، ونتعرف على المجموعة شنو عملها. إذا كان موسم الحج انتهى خلاص، عملها بتوقف ولا عملها مستمر؟ ولكن قبل أن نبدأ الحلقة أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار. أولا اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الأول في هذه الحلقة، وهو الأستاذ هارون محمد صالح العيسى، رئيس مكتب الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك أستاذ هارون. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الفاضل، وأشكر لك على هذا اللقاء ونتمنى لنا ولك التوفيق. شكرا. كما اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو الأستاذ صالح إدريس ميرسي، رئيس مجموعة الرسالة. أهلا وسهلا أستاذ الرئيس. مرحبا، شكرا يا أستاذ علي على هذه الاستضافة، إن شاء الله يكون إضافة جديدة لأبناء الجالية وللأخوة المشاهدين في جمهورية تشاد. إن شاء الله. الضيف الأخير وليس آخرا في هذه الحلقة، وهو الأستاذ عبد الرحيم عمر أنقاري، رئيس البرنامج الغذائي في برنامج الحج، تابع لمجموعة رسالة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك في المملكة العربية السعودية، بالتحديد مدينة جدة، وجدة كلها مشتاقة لبرنامجكم. شكرا. شكرا لكم جميعا. لكن أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ الحلقة اسمحوا لي أن نشاهد هذا التقرير الذي يسلط الضوء على مجموعة الرسالة الشبابية للشباب التشاديين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، ونرجع نتابع معكم هذه الحلقة، ابقوا معنا. مجموعة رسالة تطويرية لخدمة المجتمع التشادي هي مجموعة أسسها شباب تشاد بالمملكة العربية السعودية تحت شعار مجتمعنا فيه خير. أسست المجموعة منذ سنوات قليلة، ولكنها شقت طريقها لتلحق بالمؤسسات الكبرى في تقديم الخدمات الخيرية والتثقيف والنهوض بالمجتمع التشادي والوصول به إلى أعلى المراتب. كانت رؤية وهدف المؤسسين لهذه المجموعة. المجموعة قدمت العديد من الأنشطة الثقافية والدينية لأبناء تشاد بالمملكة العربية السعودية في مختلف مدنها، بل امتدت رؤية الرسالة وهدفها ليشمل تقديم الخير للحجاج التشاديين القادمين من أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للحج والعمرة، إذ وقف شباب الرسالة وقفة قوية مع الحجاج في جميع محطات مناسك الحج حين كانوا يقدمون لهم الوجبات السريعة والساخنة
إضافة إلى المياه المعدنية. ولم يكتف شباب الرسالة بهذه البادرة الطيبة في تقديم الطعام فحسب، بل كانوا يودعون الحجاج بالهدايا، وذلك في حفل يقيمونه كل عام يحضره رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة وأعضاء لجنته. مجموعة رسالة التطويرية تضم كوكبة من الشباب الناشطين في المجالات الاجتماعية في وسط الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. طبعا أستاذ صالح إدريس، بصفتك رئيس مجموعة رسالة التطويرية، وكما شاهدنا في التقرير طبعا شبابكم بقوموا بعمل نبيل جدا في مجال التغذية ومجال التعاون مع الحجاج التشاديين. كلمنا عن مجموعة رسالة، عرف المشاهد شنو مجموعة رسالة ذاته، وفكرة إنشاء المجموعة جاءت منين؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر حكومه خادم الحرمين الشريفين على تصحيح اوضاع الجاليه التشاديه بالمملكه العربيه السعوديه وتيسير امورهم، وهذا ليس بمستغرب على حكومه خادم الحرمين الشريفين من خلال ما وجدناه من حسن الضيافه والترحيب. الشيء الثاني، مجموعه رساله تطويريه لخدمه المجتمع التشادي هي مجموعه تطوعيه تسعى لتحقيق التميز والرقي بالمجتمع التشادي والوصول به إلى أعلى المراتب. طبعا تأسست المجموعة في عام 1432 الموافق لعام 2011. تأسست الجمعية. جميل. المجموعة الجمعية بداية تنشئة، من الفكر في إنشاء مجموعة زي دي؟ من الفكر في إنشائها؟ طبعا مجموعة رسالة تأسست على يد نخبة من أبناء الجالية التشادية. طبعا صاحب الفكرة هو الأستاذ هارون العيسى رئيس المكتب التنفيذي للجالية التشادية. هو صاحب الفكرة، والمجموعة طبعا اختار مجموعة من ضمنهم، الحمد لله تشرفنا ان نكون من ضمنهم، ومن ضمنهم ايضا الاعضاء المؤسسين الاستاذ عبد الرحمن العقيد، والاستاذ محمد عبد الله جونجو، والاستاذ محمد ادريس. طبعا ومجموعة اخرى طبعا. نعم. جميل. اهدافكم شنو؟ اهدافكم من تأسيس الجمعية؟ طبعا عدة أهداف، من أهم الأهداف اللي هو العمل الجاد لتصحيح أو لتحسين صورة المجتمع التشادي أو الجالية التشادية، لأن في الفترة الأخيرة من 2004 إلى 2012 كان الإعلام بشكل عام كان مسلط الضوء على أبناء الجالية التشادية، أي جريمة يرتكبها أي بشرة أو أحد من البشرة السوداء كان يقولوا تشادي، فنحن عملنا في مجموعتنا هذه انه كان اهم هدف عندنا كان انه تحسين هذه الصوره، لانه طبعا هي فيها صغيره وسله قليله اخطات واخذوا نظره عامه على التشاديين، فكنا حرصنا في هذه المجموعه انه يكون اول هدف لنا انه تحسين صوره المجتمع التشادي، وعندنا الهدف الثاني اللي هو التواصل بين ابناء الجاليه في مختلف مناطق المملكه العربيه السعوديه، ويوجد هدف ايضا النهوض بالشباب نحو الفعاليه تجاه دينهم ووطنهم. جميل، كلام جميل. ننتقل للاستاذ عبد الرحيم. استاذ عبد الرحيم طبعا انت كل عضو فائل جدا ورئيس البرنامج الغذائي، قبل ان ننتقل الى الغذاء، هل في اضافه من ضمن اهدافكم الاساسيه التي انشاتم من اجلها المجموعه؟ الشباب يعني شافوا انه لابد ان احنا نغير الصوره الحقيقيه للجاليه، فاسسوا المجموعه وكان هدفهم الاول تصحيح الصوره الحقيقيه، يعني بين الصوره الحقيقيه للعالم كافه انه الجاليه فيها فئه مميزه، فئه ما شاء الله يعني موجوده في الميدان وفعاليه. فمن هذا المنطلق بداوا يتوسعوا بالفكره من فكره التغيير، حتى وصلنا مرحله هنا وصلنا الحج، يعني في مراحل لين وصلنا موسم الحج نشتغل فيها. هذه كانت البدايه. جميل. انت حاليا بتقولوا من اهداف اهدافكم او بتقولوا من اهدافكم الساميه لتاسيس مجموعه الرساله هي كونه
في بعض الافارقه الموجودين في المملكه العربيه السعوديه اللي بشرتهم سمراء، لو واحد ارتكب جريمه السلطات بتعتقد كونه تشادي اللي ارتكبها. دي هدف 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 سامي وهدف نبيل، لكن الهدف ده هل حققته؟ هل الان استطعتم ان توصلوا رسالتكم للسلطات العليا بان ليس كل جريمه ترتكب يرتكبها تشادي؟ الحمد لله وصلنا لهذا، والدليل على هذا نحن الان تحت مظله مركز احياء جده. مركز الاحياء جده هذا يعني ما بتختار اي مجموعه بتحطها تحت مظلتها الا يكون فيها تميز وفيها عمل جبار وفيها عمل كبير. فنحن الحمد لله يعني قدرنا نثبت نفسنا وقدرنا يعني نميز عملنا، فحتى قدرنا نوصل لمرحله ان احنا نكون تحت مظله مركز الاحياء جده. واحياء جده تابع لعماره منطقه مكه المكرمه. فيعني حد ذاته ان احنا الان هم عندهم معلومات كافيه عن كل البرنامج اللي احنا نعملها. ف يعني حد ذاته وصلنا للهدف اللي احنا نبغاه. وصلنا للهدف اللي تقريبا ان احنا نبين الصوره حق الجالي بالصوره حسنه وصلنا له. اهدافكم الثانيه شنو اللي تبغوا توصلوها؟ اهدافنا الثانيه نحن صراحه عندنا نهوض بالمجتمع التشادي. نهوض بالمجتمع التشادي، انت عارف يعني احنا الحمد لله مجتمع يعني في جده يعني جمعت كل اطياف القبائل التشاديه. موجودة في منطقة واحدة في جدة والرياض هذه، فنحن الحمد لله نهوض يعني بالمجتمع التشادي حد ذاته. يعني الحمد لله في عندنا برنامج ميت جدا يمكن هذا اللي هو برنامج الثقافي اللي انقام في رمضان. برنامج يعني له طابع يعني نجمع كل اطياف القبيلة واطياف التشاديين في مكان واحد في مسابقة جميلة حلوة، فهذا حد ذاته يعني هدف من اهداف. جميل، يعني تسعوا الى ربط الجاليه التشاديه. استاذ هارون بصفتك طبعا رئيس برنامج الحج لخدمه الحجاج التشاديين، طبعا ده مسمى كبير جدا، ونحن شفناك شخص ناشط جدا معنا في ميناء ومعنا في عرفات وفي كل الميادين كنت معنا في الحج. حدثنا عن هذا البرنامج او الخدمه التي تقدمها للحجاج التشاديين بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. أول شيء نقول لكم هللتم أهلا ورزلتم سهلا في بلاد الحرمين الشريفين، ونقول لكم أنتم وضيوف الرحمن وأهلنا حجاج بيت الله الحرام، ونقول لكم مرحبا أهلا ضيوف الرحمن. شكرا. نسأل الله أن يتقبل لكم حجكم ويجعل حجكم حجا مبرورا وسعيكم إن شاء الله سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يسر لكم عبادتكم سالمين غانمين للبلاد إن شاء الله. وإن شاء الله تكونوا إن شاء الله أنتم من الناس اللي إحنا هدفنا تقبلوا تشاد وتكونوا سبب في نهضة تشاد وتقدم تشاد كما هو دوركم البارز يعني. نحن هنا في برنامجنا برنامج خدمة الحجاج التشاديين، من فضل الله علينا نحن كأبناء جارية موجودين هنا في المملكة العربية السعودية أن نكون يعني عونا لحجاجنا التشاديين القادمين. الحجاج بكل بشكل عام وبالاخص حجاج تشاد، لاننا نحن يوم من الايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا كانوا يوم من الايام من الحجاج الذين قدموا واتوا الى هذه البلاد، والان نحن يعني نغير الارض الواقع. ترى انتم نحن اللي جينا من هناك الابهات والامهات، نكون صوره ان شاء الله كويسه مشرقه، نكون عونا لاهلنا وناسنا. لانه اتكلم الحاج في نوع من المشقة وفي نوع من التعب وفي نوع من المعاناة. بإذن الله تعالى نحاول نحن أبناء الجار الموجودين هنا نكون عون وتسهيل وتخفيف لهذه المعاناة الموجودة. والحج كما يقولون أنه حتى الأجر على قدر المشقة. صحيح. نعم هناك مشقة وهناك بعض المعاناة، ولكن نحاول قدر المستطاع نكون صورة كويسة أول شيء نحن كجار موجودين هنا، ونكون إن شاء الله بإذن الله تعالى بالمناسبة كتجربتنا كتجربة جالية تشادية في خدمة الحج يمكن تعتبر هي التجربة الأولى في الجاليات. بفضل الله تعالى يعني في كثير من الجاليات بدأت تخطو يعني مثل هذه الخطوات ومثل هذه الأعمال، ونحن إن شاء الله في هذا العمل نحاول نكون إن شاء الله كأبناء جالية. حتى الذين في تشاد دائما يقول نادم جاي من السعودية، يعني الناس قاعدين في السعوديه صوره كويسه لتشاد، وكيف من بلاد الحرمين، وكيف هو جاي يؤدي فريضه عظيمه وكبيره. أكيد. ان شاء الله يكون هو ياخذ صوره كويسه للتشاديين الموجودين هنا كابنائهم واخوانهم واولادهم قاعدين هنا، يكونوا يعني ان شاء الله يعني في خدمتهم وتسهيل مهمتهم ان شاء الله. صحيح الكمال لله تعالى، ليس كل شيء 100%، ولكن نحاول نحن نسدد ونقارب ونتشاور ونحاول حتى نرتقي. وبإذن الله تعالى إن شاء الله في السنوات القادمة الحاج التشادي يكون في أحسن مستوى
باذن الله بجهد الجميع وبتعاون الجميع، وابناء الجاليه دائما ان شاء الله يكونوا صوره مشرقه سواء كانوا في السعوديه او في كل مكان. الخدمات اللي بتقدمها شنو؟ نعم احنا في برنامج الحج وفي عندنا عده محاور للبرنامج. عندنا اول شيء البرنامج التوعوي. البرنامج التوعوي. التوعوي. تمام. البرنامج التوعوي يقوم برنامج التوعوي بتوعيه الحاج منذ قدومه للمملكه العربيه السعوديه. وبدايه يعني برنامج ارشادي. نعم ارشادي. وقبل ارشادي على قولهم جيتو. نعم الحاج يوم يجي نمشي له زياره في مقره يقول لك الحمد لله السلام وجيتو والله يسر لك. نوع تعرف الانسان مرق من مكان لمكان ويشوف الناس ناس جدد وكيف ونحاول قبل نوع من التخفيف الموجود دمجه في المجتمع الجديد اللي جاي فوق المجتمع ده. وانينا اخوانكم وقاعدين لكم هنا ونساعدوكم ونعاونوكم نخفف لك حتى تكون يعني اقول لهم الرهبه الموجوده. والدليل ممكن يعني في كثير من الادله انه بعض الناس انينا جينا الاكل اختلف معنا، المكان اختلف معنا، المكان بيجي ما وده دائما بيحصل كثير مع الحجاج. هذا شيء. الشيء الثاني مع زيارتنا في تنسيق في موضوع التعريف باحكام ومناسك الحج بتنسيق تام مع الاخوه الدعاة الموجودين. يكون في شرح مبسط عن مناسك الحج وعن كيفيه اداء المناسك واعضاء يعني الواجبات في الحج والعمره. بعد ذلك برضو يكون في اللي هو كيفيه الحفاظ على الحج وهذا يكون كمرحلة ثانية في موضوع ثاني. السنة هذه أضفنا شيء جديد وهو يمكن أول مرة يقام هو برنامج مين نستقبله وهو قاعد في سيارته. تستقبله للحاج وهو في سيارته. وهو في السيارة. يعني. نادي يقوم من الشباب يطلع فوق في السيارة ويقوم يبدأ ويوعي الحاج ويستقبله ويرحب فوقه قبل ما ينزل وقبل ما يطلع في شنبرة أو في غرفة من في مكان نستقبله ونبدأ نوعه. وهناك برضو في اخوان برضو يستقبلوه ويقدموا لي الضيافه ويقدموا لي التمر ويقدموا لي الماء ويقدموا لي العصير ويقدموا لي الحاجات الوجبات الخفيفه دي برضو، لان السفر مرات تعرف يعني التنقل من المدينه الى مكه في يعني عده ساعات يعني ما يقارب السبع ساعات وست ساعات مسافه الطريق ومسافه البعد ما بين مكه المكرمه والمدينه المنوره. نعم. جميل جميل جدا. هذا كان برنامج سوي. اضافه لبرامج اخرى ان شاء الله انا لا ممكن تخلص. نعم. ده برنامج التوعوي فقط. نعم هذا برنامج سوي. عندنا برنامج اخر اللي هو برنامج التوفير الغذائي. توفير الغذائي. نعم توفير الغذائي. الذي شرف عليه الاخ عبد الرحيم ومعه كان هذا العام الاخ محمد. هذا برنامج وبقدر كبير هو توفير الاغذيه للحجاج. بتنسيق تام مع البعثه يكون هناك احنا توفير الاغذيه من المياه والعصائر والمشروبات. فلان الاخ ان شاء الله استدرك في هذا الموضوع بشكل كبير جدا ان شاء الله يعني. اضافه الى التمور، اضافه الى الفواكه، اضافه الى الالبان، اللبن الحنان بجوده بشكل انه يتواءم و يعني الحاجه تشاد اقول نعيشه كجو تشاد يعني. هذا شيء. عندنا موضوع ثاني اللي هو موضوع البرنامج الصحي. برنامج الصحي. برنامج الصحي ويشرف عليه الدكتور جبريل ميلاوي. برنامج صحي في تنسيق في مع البعثه في اول شيء في توفير الادويه او بعض الادويه الاكثر احتياج جو الحج بشكل انه دائما يجي هنا الانسان القادم يتغير مع طبيعه الجو. طبيعه الجو في نوع من الارهاق والتعب وفي نوع من المشقه دائما بيحصل للانسان يعني تغييرات الجو. تغيير الجو خاصه نحن اللي بيجوا من شاد مرات مع تختلف عننا خريف هناك وهنا مكاننا تعرفه صيف وحر شديد وحر وبيحصل نوع من الصدام. احنا بنحاول نوفر الادويه الاكثر احتياجا تنسق مع البعثه الطبيه اللي بترافق البعثه الجايه من الحج. البعثه الطبيه ونوفر عليها جميل يكون في تنسيق لانه احنا ما بنعمل اي برنامج الا باذن وتنسيق مباشر مع البعثه لان هي بتشرف على الحجاج ومن باب يعني التنسيق حتى يكون نوصل رسالتنا وهم على درايه كامله. تمام. دي سنعتي الى 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 بقيه الخدمات في ثنايا الحديث. استاذ عبد الرحيم انا احيل هذا الكلام اليك وانت بصفتك رئيس البرنامج الغذائي في المجموعه. الغذاء يعني شفنا بتوزع لهم يعني ما شاء الله
وجبات متنوعة جدا. حدثنا عن اللي عن الوجبات دي بتجيبوها منين والكمية كم اللي بتوزعوها للحجاج؟ نحن في البداية يعني الوجبات أول ما يجي الحج نستقبل الحج بموية وعصير والتمر. هذا أول بداية عشان يجي الحج أنت عارف دوبه جاي من سفر. ندخل المرحلة الثانية نحن عندنا تنوع في الوجبات وبالأخص وجبات مختارة للحاج اللي تقبل الحاج. يعني يمكن في وجبات نحن نجيب لها من الحجاج ما يتقبلها، فنحن بحكم نحن ناس عارفين يعني طبايعنا وعارفين نسبة أكلنا فنختار وجبات يعني دقيقة جدا للحجاج يناسبهم. فنبدأ نحن خلاص نبدأ مع الجهات الخيرية، عندنا جهات دائمة يعني مؤسسات خيرية وجهات دائمة بيدعمونا بمجرد ما نحن نطلب او هم يمكن نصهم بيجي يحددون عندنا وجبات تناسبكم. فنبدا نحن ندخل في حوار معهم نقاش معهم ونبدا نوفر عدد نحن نشوف انه مناسب لليوم. نحن عندنا في عدد بتكون يوم زياده يوم ناقص عدد الحجاج. وفوق هذا في بيت توفر يعني عندهم عقد مع عائشه فنحن ما نحاول نصطدم معاه جدا. فهم اذا كان عندهم وجبه غدا نحن نوفر وجبه عشاء تنسيق معهم. يعني اللجنه الدائمه للحج هي ايضا عندها وجبه فانتوا بتشوفوها الوجبه اللي هي بتقدمها للحاج دي بتقدمها ليه بالصباح ولا بالمساء؟ اذا كانت بالمساء انتوا بتسووا بالصباح واذا كانت بالصباح انتوا بتسووا بالمساء. كلام جميل. كان فوق هذا الفطور نحن نهتم وجبات جافه اللي هو فيها كيك وبسكوت وعصير وهذا كفطور ومنها البان الصباح هذه كمان نحرص فيها. وعندنا حرص انه الحاج بحال يعني احنا نتكلم بطبيعه الحاج الافريقي اي افريقي وجبات صغيرة جدا. احنا قلنا حتى لو جاء واحدة ما اعتقد انه كافي صراحة انه هذا يشبعه بيمشي مسافة بعيدة للحرم ويرجع فصعب جدا انه هذا واحدة. نحن نتعمد ان نعطيه اثنين ثلاثة حتى انه لو يشبع ايوه يشبع يعني ما يكون هذا. فنحن تخصصنا كده انه دائما نحاول الحاجة الفراغ اللي في الحاجة احنا نكمل. تمام جميل جميل جدا. الحجاج احيانا او سنوات قد يزيد عددتهم يعني بوصل 5000 7000 8000. هل تستطيعوا كون توفروا له كل حاجه تدوه وجبه يعني 8000 وجبه؟ نحن الحمد لله يعني تجربتنا مع البعثه يعني ده الحمد لله هذه السنه الثامنه. فكل سنه نحن بنعمل برنامج على حسب برنامجهم اللي هم يقدموا لنا. يعني نحن عندنا برنامج وجبه واحده طيب نحن نجلس معاه وجبتكم دي هل فعلا وجبه كافيه ولا مو كافيه؟ فبموجبها نحن نشتغل على انفسنا نقفل وجبه انه يكفي الحاج كاملا. فنحن اكثر من 7000 قدمنا. ال 7000 وجبه؟ نحن نقدم اكثر من 7000 بامكاننا نقدم اكثر من 7000 لكن نحن ما حنقدم 7000 والحاج يمكن يكون في فايض له. فما نقدم 7000 نقدم 5000 5000 6000 نشوف على حسب الحاجه اللي احنا وعندنا عامل ميداني بيشوف لنا الوضع في العماير. في عماره تحتاج اكثر من العماره هذا صحيح فيجي يعطونا تنبيه هذه العماره عدد الحجاج يمكن في حاجه اكثر فنوجه نسلط الضوء عليه ونبدا نزيد العدد لهم ونحاول نكفي لهم يعني الاكل اللي يكفيهم. نوعيه الوجبات اللي بتقدموها؟ نحن نوعيه الوجبات اللي نقدمها دائما نعتمد على في الرز والدجاج وفي السمك ونوصل مرحلة حتى نجيب إدام ونجيب لهم إدام وإيش كمان. فهذا كمان نوفرها لهم نحن يعني الحمد لله. استاذ صالح ادريس بالنسبه انت رئيس المجموعه دي والمجموعه ما شاء الله من خلال تعريفكم للمجموعه عرفنا كونه هي مجموعه خيريه بحته. الوجبات اللي بتجيبوها يعني واحد لما يديك 8000 وجبه يعني 8000 وجبه تقريبا تحمل في 5 أو 6 سيارات. الوجبات دي من الجهات اللي بتدوك لها وكيف يتم التنسيق حتى الحصول على الوجبات اللي بتقدموها للحجاج الشاجين؟ لكن بشكل عام يعني في جهات مانحه اصلا وجمعيات خيريه ومؤسسات خاصه نحن عندنا اصلا خطاب رسمي من البعثه الشاديه انه يحق لنا نخدم حجاجنا. وطبعا نحن تحت مظله جمعيه مراكز الاحياء. طبعا هذه جمعيه تعتبر حكوميه تحت اماره منطقه مكه المكرمه. نحن عندنا كمان فريق عمل يبدا من قبل موسم الحج. نحن فريق عمل يبدا من اول يوم رئيس البعثة الحج يجي المملكة العربية السعودية إن كان في رمضان ولا قبل رمضان ولا من بداية السنة. نحن نبدأ معاه من نفس اليوم اللي هو جاء بالتنسيق. عجيب. نبدأ ننسق العدد كم تطلع كم توفروا لنا في اليوم كم ونبدأ نعمل جدولة كاملة. يعني نحن الآن بتجينا الجهات مثلا مو كلها مصدر واحد جاي مصادر مختلفة فنحن عندنا تنسيق تام. هذا اليوم حناخذ منه 2000 هذا ناخذ منه 3000
ونحن نتامل انه نشكل الوجبات حتى يكون للحاجه عنده خيار، يعني انه يقدر يختار الاكل اللي يبغاه، ما مصرين على نوع واحد ولا نوع واحد. فعندنا تنسيق وعندنا عمل، يعني نحن ندخل من بعد رمضان نبدا بعمل ميداني، نكون في الميدان نروح الموقع يعني مثلا ناخذ الوجبات، بحيث نوصل مرحله حتى نجرب الوجبات. مطاعم معينه ندخل نشوف اكله نظيف يناسبنا، قبلنا ما ناسبنا نبدا نعتذر للجهه المانحه لنا. احنا حتى في جوده الطعام هي تعتبر مسؤوليه علينا، لانه نحن ما نقدمه للحاج كما نحن ناكله في بيوتنا وناكله في اماكننا. لدينا فريق خاص توزيع، فريق التوزيع وفريق قياده القيمه يشرف عليه الاخ رئيس المجموعه، مع مجموعه من القاده التنفيذيين في المجموعه ما يقارب 20 شخص. هذا شيء خصوص الطعام وجود الطعام. احنا عندنا زيارات كما قال اخ عبد الرحيم للمطاعم والمطاعم، مو بس نكتفي حتى زياده لبعض البعثات كيفيه واليه تقديم الطعام لذلك نحن يعني نقول وظفنا ما يقارب 20 شخص، مع انه هذه تكلفه عاليه. ويعني اولا شيء المصداقيه، ثانيا يعني جوده الطعام وحفظ الطعام واليه ايصال الطعام بطريقه ذلك. حتى الاتفاقيه التي عندما نتفق مع رابط الجهاد هم لا يمنحوننا 7000، انما يمنحون عدد معين من 2000 او 3000 حسب كل مقدره كل جهه مانحه، كل جهه وحسب يعني الجهات المانحه ما تقدمه لنا. اكثر الجهات هي مؤسسات، يعني هي مؤسسات تجاريه وجهات مانحه ومؤسسات تطوعيه تقدم هذه الاعمال لنا. نحن عندنا تنسيق تام معهم بفضل الله من الله تعالى، حتى هم ياتوا ويجودوا ما نقدمه. نعم ياتوا يكون في الميدان معنا، كيف اليه التقديم، كيف حتى يقول لك حتى ما نشوف كيف اليه التقديم والاسلوب، يكون شغلكم مرتب، شغلكم يمكن احسن من شغلنا احنا يعني. عجيب والله. نعم. يقول اذا انت يمكن لكن انا اللي داير نفهمه. نعم. اللي داير توضح له في السؤال بالنسبه لجمعيكم او مجموعتكم بتقدم وجبات. نعم. يعني احنا قلنا الوجبات دي ما هي بتقدمها من عندها، كونه. نعم. في جهات اخرى بتدعمها لها. بالضبط. الجهات دي من شهر كم بتبدو تراسلوها تكاتبوها، كونه ان احنا عندنا حجاج شاديين السنه دي جايين عادتهم كده؟ نعم. هو في الاغلب من بعد شهر رمضان يكون في تنسيق، بعضهم ما يعطون الاوردر الموافقه الا مع بدايه موسم الحج. وهذا موسم الحج يبدا من يوم 20 ذو القعده الى يعني الى نهايه شهر يعني 20 ذو الحجه. طبعا هنا من هنا يكون في تنسيق وفي ترتيب وفي زيارات وفي تقييم وفي كذا. يعني انا اتكلم عن بعض الجهات الى الان يقيموا الطعام اللي هم اتفقوا مع المعلومات، الجوده، الطعام، هل كان على نفس المواصفات؟ نفس المواصفات هل ويطلبوا نحن مننا، واحنا برضه من دوره ننزل ميدانيا ها كيف وشنو برضه، لانه في الاخير انه هذه امانه وقدر المستطاع نحن نحاول نوصلها وكذا باذن الله تعالى ان شاء الله يعني بافضل ما يمكن. جميل. كصوره ان شاء الله. جميل. استاذ صالح ادريس، بالنسبه لك بصفتك كرئيس للمجموعه دي والمجموعه الخيريه، طبعا عرفنا عملها عمل خيري ما شاء الله. اي بلد في العالم لما تكون هناك في جمعيات بتتنقل مع الناس وبتكون باعمال زي دي لابد ان يكون عندها وضع قانوني رسمي، وانتم شفناكم بتمشوا منى، بتمشوا مع الناس جبل عرفه وبتوزعوا وجبات ولا وضع النهار. حدثنا عن وضعكم القانوني في السعوديه. طبعا وضع قانوني، ميزه الدوله السعوديه يعني عندها أنظمة معينة وقوانين، أن أي مجموعة تطوعية أو خيرية إذا كان نظامها واضح عندها أهداف واضحة تتبناها الجهات الحكومية. ونحن ولله الحمد يعني لنا أكثر من 6 إلى 7 سنوات جمعية مراكز الأحياء هي المظلة الرسمية لنا. جمعية مراكز الأحياء. جمعية مراكز الأحياء تحت إمارة منطقة مكة المكرمة. طبعا هذه الجمعية اللي أسسها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفظه الله. طبعا الجمعية هذه موجودة في جدة ومكة، نحن تابعين لها وبيننا تنسيق. طبعا هذه رسمية، جهة رسمية
هل مدينكم اذن اوتوريزاسيون رسمي كونه دي جمعيه تشاديه، لكن الجمعيه دي تحت مظلتنا جمعيه قانونيه، مدينكم اوتوريزاسيون او اذن؟ جميل. عملكم هل يتوقف في موسم الحج بس، ولا عندكم خدمات اخرى بتقدموها للحجاج، خدمات اخرى بتقدموها للجاليه التشاديه بصفه عامه؟ نحن طبعا في مجموعه رساله عندنا برنامجين رئيسيين في العام او الموسم. عندنا البرنامج الرئيسي اللي هو برنامج داخلي للجاليه التشاديه في المملكه العربيه السعوديه، وعندنا برنامج خارجي اللي هي للبعثه التشاديه. البرنامج الداخلي طبعا، البرنامج الخارجي اللي هو البعثه التشاديه تكلم عنها رئيس البرنامج الحج الاستاذ هارون العيسى. البرنامج الثاني اللي هو الملتقى الثقافي، تقام طبعا في كل رمضان من كل عام. هو طبعا محضن ثقافي يجمع كافة أطياف المجتمع التشادي ويتنافس على جوائز النخبة من أبناء الجالية التشادية. طبعا فيها عدة برامج في الملتقى الثقافي هذا. عندنا أول برنامج اللي هو المسابقة الثقافية بين أحياء مدينة جدة. جميل. كل حي يشارك باسم فريق يمثله 5 أشخاص أو 5 فرق. عندنا برنامج ثاني اللي هو برنامج مسابقة شبل القرآن. هذه مخصصة طبعا لأبناء الجالية التشادية دون 16 سنة. تمام. طبعا مسابقة في القرآن الكريم. وعندنا البرنامج الثالث لمسابقة العمل التطوعي. فكل فريق يشارك في الملتقى الثقافي يقدم عمل تطوعي في حيه أو في منطقته، ويوثقه وينتج لنا إياه ويجيبه مقطع فيديو ونحن نقيم طبعا. هذا الهدف منه طبعا بث ثقافة العمل التطوعي، من ضمنها برضه تحسين صورة المجتمع التشادي في المنطقة وفي الحي اللي هو فيها. دي كلها هل أهدافكم، ولا عندكم أهداف مستقبلية وضعتوها في الأجندة ممكن تصلوا إليها في المستقبل؟ طبعا أكيد عندنا أهداف، طالما عندنا رؤية عندنا أهداف. طبعا من ضمن أهدافنا المستقبلية طبعا نتمنى أبناء الجالية الموجودين هنا في المملكة العربية السعودية، ولا واحد عنده شهادة ثانوية اللي يكمل الجامعة إن شاء الله، والبكالوريوس والماجستير إن شاء الله. وكان عندنا تنسيق مع الجامعات التركية، بس إن شاء الله بإذن الله يتم ننتهي من الاتفاقية هذه ويكون نوفر منح سنوية لأبناء الجالية الموجودين هنا في المملكة العربية السعودية. بإذن الله يتم لها النجاح بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة لعلاقتكم كونوا عندكم جمعية مراكز، صح؟ مراكز الاحياء دي انتوا تحت مظلتها، لكن ما عرفتونا علاقتكم شنو بالسفاره التشاديه وبالقنصليه التشاديه؟ علاقتنا طبعا تحت برضو عندنا طبعا اشراف مباشر من مكتب التنفيذي للجاليه بالمملكه العربيه السعوديه، والحفل الختامي للملتقى الثقافي دائما يشرفه طبعا القنصل العام او ممثل للقنصليه العامه. طبعا برامجنا تعرض عليهم. نعم. طبعا الاستاذ هارون برنامجكم كلها برنامج نبيله. هل الانشطه انت الحاج دي بس، ولا عندكم انشطه ثانيه بتقدموها عشان يستفيد منها مش الحاجه التشادي الجاي من المملكه العربيه السعوديه بس، حتى ابناء الجاليه ذاته كيف يستفيدوا من انشطتكم اللي بتقدموها؟ نعم. في الحقيقه انه مثل مجموعه رساله، هناك كثير من المجموعات التشاديه المتميزه والتي لها دور كبير في تحسين الصورة الجالية المقيمة في المملكة يعني، وقدمت وأعطت كثير وفضل الله تعالى يعني، لولا الله عز وجل ثم جهود هذه المجموعات والمشاركات من المجموعات لما تحسنت كثير من الصورة. هم يعني يعتبر العمود الأساسي في تحسين الصورة وفي الحراك في توعية أبناء الجالية تكاملا مع المكتب التنفيذي ومع اداء دور القنصليه والسفارات في تحسين صوره ابناء الجاليه. لهم كثير ما شاء الله من المشاركات واللقاءات، اللقاءات التوعويه والزيارات والبرامج والمحاضرات، كل هذه من الاشياء. وهذا سبحان الله يعني، هذا كل يعني يعتبر صوره ايجابيه كابناء جاليه، ان تكون هناك مجموعات وتقدم وتمثل وتعطي صوره كويسه مشرقه لبلدها، إضافة أنها تشارك وتساهم في رقي الوطن، لأنه صراحة نحن في كجارية نحتاج لمثل هذه المبادرات والمشاركات التطوعية والمشاركات الشبابية، لها دور كبير وإيجابي بإذن الله في تحسين الصورة. وإن شاء الله في نهاية الحلقة سنبشركم بما بشرنا الله عز وجل به من الأشياء الكويسة. تمام. أستاذ عبد الرحيم، خلينا نطلع عن
ان مجموعه رساله والخدمات التطوعيه او الخيريه اللي بتقدمها. خلينا نتكلم عن الجاليه التشاديه، لان احنا كل ما طلعنا دوله برا نحاول نشوف الوضع شنو للتشادي اللي موجود برا. انتوا حدثنا عن اوضاعكم بصفه عامه، ابنائكم هل بدرسوا في المدارس؟ هل في اوائق بتواجهكم؟ من الناحيه الاجتماعيه كحدثنا عن وضعكم شنو؟ احنا جاليه المقيمه في المملكه العربيه السعوديه الصراحه يعني مر علينا ايام واوقات صعبه جدا. يعني هذا يمكن اعطيه بشر للجاليه، انه الجاليه فعلا يعني مر في وقت صعب، رغم ما قدرنا نعدي المرحله هذه، يعني ما اثرت فيها نفسياتنا، يعني صراحه قدرنا يعني نمتص شويه من المواقف اللي صار لنا، كان مواقف صعبه جدا للجاليه يعني. لكن احنا مرينا بظروف صعبه، على الرغم من الظروف الصعبه قدرنا يعني نوفر جزء من يعني معيشه الحياه، اللي هو مثلا المدارس، رغم انه مثلا احنا كانظمه منعوا اقامه، منعوا نقل كفاله، منعوا الجزئيات، لكن قدرنا نوظف شباب نسجل ابنائنا في مدارس اهليه، رغم انها يعني مكلفه لنا كمان قدرنا نسجلهم. يعني هذا يعتبر مجهود قوي جدا، انه جاله يكون مثلا ممنوع من جهه ونحن نشتغل على هذه الجهه كمان كتعليم ابنائنا. يعني الجاده فعلا تعبت، مرت في وقت صعب جدا، لكن الحمد لله بوادر التبشيرات جت، يعني الحمد لله. جميل. رغم انها جت متاخره، لكن الحمد لله، يعني واحد نقول الحمد لله على كل حال. ما هو البشرة تاتي متاخر خير من ان لا تاتي. بالنسبه لبعض العائلات حتى في داخل تشاد تجد في بعض العائلات او بعض المدن والقرى فيها انحلال، انحلال بمعنى واحد تجد عنده ابناء 10 15 صغير لكن ما بدرسوا، تاركهم كده بس. انتوا في الجاليه هنا حاليا لو وجهنا الضوء الى هؤلاء هذه الجاليات، او اذا كان سلطنا الضوء على بعض الجاليات او الجاليه الشديده الموجوده هنا، بالنسبه لتعليم ابنائهم سواء الذكور او الاناث الوضع العام كيف؟ الحمد لله، يعني هذا في صورة حلوة جدا. انت لو نحن يمكن جيلنا كان يعني اول شيء نرفع الشكر لوالدينا، يعني ما والدنا وامنا ما شاء الله دول ما قصروا، ربونا دخلونا مدارس، لكن كان بامكانيات ضعيفة جدا. زمان كنا تلقى الاب يوديك المدرسة وخلاص انت الباقي ترجع يا برجولك يا ترجع. الان في بشرة حلوة لما تروح تقف الصباح في المدرسة تلقى الاب جايب ولده، وتيجي في المساء نهاية المدرسة تلقى الأب جاي يشيل ولده، هذا معناه في حرص. الحرص هذا يعني كان فعلا، كان زمان أبهاتنا يمكن شوية يعني الإمكانيات والتعليم، لكن الآن الجيل هذا جيل يعني ركزت فيهم، عرفت إنه عندهم ما شاء الله التعليم ماخذ جزء أساسي عندهم الآن. وبدأوا كمان يعني إحنا الآن موجودين في المملكة العربية السعودية، يعني بدأوا يتوجهوا المدارس الأهلية. وبدأوا يتوجهوا بالأخص للفرنسي، انه كثقافه زادوا على الثقافه العربيه اللي هو موجوده. هو الفرنسي متواجد في السعوديه؟ مدارس فرنسيه في؟ متواجد في السعوديه بقوه كمان. يمكن وحصل معي موقف بسيط في موضوع ابنائي، جيت اسجل ابنائي في المدارس الفرنسيه، ف يعني جاء رفض تام من كل البيت. لا تسجلوا فرنسي، هم شنو هم تسجلوا فرنسي؟ اصريت قلت له انه نحن يعني هذا ليس وطننا الرسمي. لابد نرجع. نرجع. عندنا استطاعة انه يتعلم اللغة الفرنسية والانجليزي اضافة للعربي اللي موجود بيننا. فيشيل الولد ثلاث لغات معاه هو ايش لو راح. يعني ابناء الجالية الحالية الموجودة في المملكة العربية السعودية ابنائهم في المدارس بيدرسوا. بيدرسوا الحمد لله بيدرسوا، يعني وفي صح يعني فئة ما نظلمهم، في فئة لسه يعني صعب عليهم امور المعيشة، يعني الان صعب عليهم شوية وما قدروا يوفروا لهم مدارس، لكن تلقاه شايل هم. صحيح. يعني عشان يعلم ابنائه. يعني انت لما تجي تكلم اب يقول له ولده ليه ما يدرس؟ تلقاه يعني هو نفسه زعلان. صحيح. يعني ما بس الامكانيات، فهذه نحن ما نقدر نحكمها لانه هذه امور. صحيح. يعني امكانيات صعبه. صحيح. صحيح. لكل الناس يعني. صحيح. استاذ طارق ادريس بالنسبه لي ايضا عايش في البلد دي وشايفها واوضاعها واوضاع ابنائها، وطبعا ده بيتمثل في كل ابناء الجاليه المتواجد في المملكه العربيه السعوديه. في ناس بيشتكوا بيقول لك لا هنا الجاليه صاحب درسه، لكن واحد لو سوى الشهاده الثانويه او شهاده البكالوريا ما بقدر بواصل دراسته الجامعيه، ما صحه هذا الكلام؟ لا هو صحيح صراحه، يعني يمكن يتجاوز هذا العدد، يمكن لو نسبه، طبعا هذا وجهه نظري انا، يمكن 60% من ابناء الجاليه ممكن لو كمل الثانويه ما يقدر يستمر على طبعا هذا يرجع لسببين، السبب الاول الوالدين ممكن ما كان عندهم ذاك الاهتمام، يمكن الولد لو لقى وظيفه حتى وراتب محدود خلاص يقول له روح اشتغل،
والسبب الثاني الولد نفسه. الولد نفسه يعني احيانا ما يكون عنده طموح، ممكن لاقي تشادي مع غير تشادي، جنسيات اخرى حتى افريقيه مثلا اريتريا او سودانيه، وهذا اغلبهم يكون عندهم طموح ويكمل حتى يرجع بلدهم يكمل، لكن التشادي بعضهم نظرتهم انه هو مواطن او مستوطن داخل السعوديه. هذه المشكله، لكن ان شاء الله الحمد لله في الفتره الاخيره. السبب شنو ما عنده طموح كونه يرجع يكمل دراسته في بلده، كون اباء طولوا هنا عندهم 40 50 سنه هنا ويكون طموح ماد مع العمر الطويل ده، ولا السبب شنو؟ المجتمع نفسه. بأثر. ما في تشجيع، ما في يثر زي ما هذا السبب. وبرضه يمكن الظروف الماديه، يعني لما يروح يدرس برا طبعا اذا بلد تشاد ممكن، لكن غير تشاد ممكن التكاليف الماديه يمكن ما تسمح لي. الجامعات السعوديه هل بتسمح لهم يواصلوا؟ لا، الفتره الاخيره الحمد لله من البشائر، يعني في 3 سنوات او 4 سنوات الاخيره يوجد جامعات، يعني مثلا جامعه القصيم بيقبلوا الاجانب، بيقبلوا تشاديين، في تعاون بينهم بين التشاديين، خاصه شباب الرياض ما شاء الله اغلبهم الحين صاروا يدرسوا في جامعه القصيم، وعدد من الجامعات السعوديه يعني ما شاء الله تسمع، لكن خاصه جده هنا يمكن ما في جامعه كذا تقبل عجيب الاجانب. تمام، يعني مجانا يعني يدرسوا. تمام استاذ هارون، خلينا نرجع للبشرة اللي كانت تتكلم عنها، هو ايضا الان بيتكلم عن الان الاوضاع بدات تتحسن شوي شوي. في الاونه الاخيره سمعنا كونه هناك في مكرمه جاد من السلطات العليا في المملكه العربيه السعوديه لتسويه اوضاع التشاديين، لكن حتى الان حتى هم القاعدين هنا ذات سالناهم تسويه الاوضاع بمعنى كونه الاقامه بس يدوك لها، ولا عشان في ناس بيقولوا عندهم 12 سنه عايشين في السعوديه بدون اقامه، باسبور ذاته ما عندهم عايشين، فانت ايضا شغال في المجال ده بصفتك الرئيس الجاليه، حدثنا شنو توسيع تسويه الاوضاع والمكرمه جات كيف الكلام ده؟ طيب انا قبل الوضع في موضوع المكرمه اسلط الضوء على موضوع يعني ما تقدمه المملكه العربيه السعوديه للتشاديين، مشكوره ومقدره لهذا الامر. الحكومه السعوديه جزاهم الله خير، أول شيء موضوع التعليم العام، إذا تميت واستوفيت الشروط الأساسية التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في المدارس الحكومية هو مجانا. مجانا بشرط أن يكون أوراقك استيفاء كامل وإقامة مجددة ومضاف حسب الاشتراطات. الحكومة السعودية جزاهم الله خير فتحت الآن باب التعليم العالي. الآن في كثير من المدن، مثلا الآن نحن في جدة، الآن فتحت موضوع التعليم عن بعد والتعليم الانتساب والتعليم الدبلوم وبعض الكورسات كلها موجودة لمن أراد، والتكلفة ليست التكلفة العالية، يعني ما للسعوديين بس. نعم. حتى للأجانب، لكن بالشرط يكون مستوفي الشروط. نعم، مستوفي الشروط. يعني بالنسبة لأبناء الجالية ما شاء الله الآن في عدد كبير ممن أعرفهم، ممن ما شاء الله يعني تخرجوا من جامعة الملك عبد العزيز وهي ليست بالبعيدة من هذا المكان يعني، وتخرجوا يعني بالدرجات يعني متميزة وعليا، يعني هذا دل أبناء الجالية يعني ماضون في طريق النجاح. لكن هل العدد هو العدد المطلوب للمستجدين؟ عدد يعتبر يعني قد نقول 2 إلى 3% من إجمالي المشاركين ومن يتعامل. كذلك جامعة أم القرى، بالمناسبة السنة في هذه السنة أنا كنت أتحدث مع أحد الأخوة والتقيت معه في الحج، وبدأت يعني أتبادل معه يعني طرح الحديث، قال لي أنا فلان فلان وانا الان احضر الدكتوراه في جامعه ام القرى تشادي. عجيب، وسبحان الله يعني رايته بتقول ان هذا ليس لا يحضر حتى الماجستير يعني. عجيب الله ولكن ما شاء الله الان يحضر الماجستير، ابناء جاي متميزين. الان فتحوا مجال المنحه التعليميه، الان كل الجامعات السعوديه فتح موضوع الاستقطاب اللي هو الخارجي ما زال موجود، صح همزه وصل الوصل والتواصل فيها ضعف، يعني فيها ضعف وعدم معرفة وطرق الأبواب كان هذه من أسبابها، ولكن أبناء الجالية بعضهم ما شاء الله تقدموا وساهموا وشاركوا كما ذكر الأخ صالح في كثير. الآن الجامعات في السعودية ما يقارب أكثر من 25 جامعة أو 30 جامعة موجودة لها يعني منح لغير السعوديين، من ضمن منح كتشاديين لنا نسبة في التعليم.
اهم شيء ان احنا نطرق الابواب هذه ونساهم ونشارك فيها. هذا بالنسبه في 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 موضوع التعليم، موضوع التعليم البشرى المكرمه الملكيه يعني صراحه، يعني اول شيء نحمد الله عز وجل ان يوفق حكومتنا، الحكومه الرشيده، حكومه فخامه الرئيس ادريس الدري، الاهتمام بابناء الجاليه ومتابعه حالهم مرارا وتكرارا، والحمد لله بمتابعه من معالي السفير مطر بن عثمان بريما ومعالي القنصل الشير نورمي، كلهم كان لهم جهود واضحه اثمرت واينعت ان هناك بشرى اتت الجاليه التشاديه بتصحيح اوضاع التشاديه المقيمين في المملكه بشكل كامل. كلمة تصحيح اوضاع دي بس عايزين نعرفها. نعم، تصحيح اوضاع تشاديين. كلمة تصحيح اوضاع على قال حتى واحد الجوازات قال ليش ما تكتبوا، احنا ليش ما تكتبوا لنا تصحيح اوضاع؟ لانه في نفس الفترة الذي اتى لنا قرار اعطى لبعض الجنسيات بس لم ياتي لهم تصحيح. انما اعطى لهم امر كذا معين واحد بس. لكن احنا شامل. معناته؟ معناته الانسان الداير يقود في السعودية يقود والقايد في السعودية عنده سنوات وما فات وجاء بطريقة العمرة ولا جاء بطريقة الحاج ولا بالزيارة وقعد وما عنده أوراق، بجواز جاء فوق هذا مع يمرق باسبور جديد يمشي ويقدم مباشرة ويمرق لإقامة ويقعد هنا بلا يمشي شات ولا يمشي يوندي ولا يمشي مكان. زمان المعاناة لأبهاتنا كانوا أنا ولا هو قاعد في مكانه بس بمرق جوازه. يعني 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 يعني, يعني في تعدين قاعدين هنا في المملكة العربية السعودية عندهم 10 سنة ما عندهم إقامة ولا فيه؟ نعم عندهم 10 سنة لأنه النظام السعودي ما بنطي الإنسان اللي قاعد في السعودية إقامة. إلا كان أنت جاي من برا زي ما أنت بنطق تأشيرة جاي بنطق إقامة، إقامة تدخل فوق زي الإقامة زي من كم سنة؟ زي الفيزا. زي الفيزا حسب المدة اللي أنت تدخل فوقها. دي خاصة حرية لك. الآن أنت ما جيتوا حج عمرة. الآن الإقامة برضه كذلك، عندك إقامة اسمها إقامة جلوس ومكوث في السعودية. بينطوك إياها وتيجي تقعد أنت مع صاحب العمل مدتك اللي قعدتها بتجددها كل فترة كم عبد، شو اسمه، تكمل لهم وتسوي لهم خروج نهائي وتمشي. الآن أنا كجارية موجودين هنا، الناس اللي موجودين كم سنة كلهم دول بيصححوا لهم أوضاعهم 100%. المفهوم جديدة. المفهوم من كلامك كونه التشاديين الموجودين في المملكة العربية السعودية من اليوم اي واحد عنده جواز قديم خاته في البيت ابو ما يدوه اقامه يطوق جوازه ويجي يطوق جوازه ويمشي مرق يمشي السفاره بشرط كونه جوازه يكون ساري الفاعليه او كمان يكون جوازه مثلا جديد. لا اول شيء جواز الدخل فوق في السعوديه الدخل فوق في السعوديه سواء كان جاء عمره ولا كان جاء حج ولا كان جاء زياره بجواز ده مع جواز جديد مغلط يسموه جواز يرفق فوقه ويوديه يرفق ده ويمرق فوق البيانات واضافه يجيب لك كفيل سعودي ويمشي يقدم تقدير انه يكون يعني كفاله سعوديه زيه وزي اي انسان قاعد في السعوديه. جميل جدا. بطريقه نظاميه. الشيء الثاني الانسان القايد عنده كم سنه وعنده كم وعنده كم فتره قايد هنا بدور بمرق خلاص الاقامه دي كلها ما بدورها ندور ماشي بس شفت التكاليف شفت كيف بيمشي بمرق لي جواز الجفوق كم سنه ده بيمشي بقدمه للسلطات صوري خروج بدون ما يخط لها اسم بصمه مرحل. يعني ما بكتب لي كونه مخالفات انت قاعدك في السعوديه بدون اقامه ولا شيء. جميل. تمشي امباك اللي لقيت فيزا تجي زي وزي نادم. جميل جميل جدا. وذا وتعمل يعني حضورك وتقول في بلدك وتعمل برنامجك كامل ده شيء. كذلك في تصحيح الوضع التشاديين عندنا اللي هو موضوع الاقامات المتراكمه في عدم تصحيح الوضع او التجديد او كذا. الان الاقامات اي انسان كان عنده اقامه سابقه الان يستطيع ان يجددها. لانه زمان كان في عائق مثلا الابن اذا وصل سن 18 سنه عائق لازم تمشي تنقل كفالته. في الفتره الماضيه ال 13 او الفتره الماضيه ما كان عنده الفرصه دي. كان تشادين ما كان عنده الفرصه دي ما كانت الان ولدك كان كبر تقدر تمشي ينقل شيء لك كفيل سعودي كان بقى 18 سنه تمشي تنقل مباشره. بعدين انت الابو تيجي تجدد. صحيح في رسوم هنا حقت الدوله لكن الغرامات معفي معفون عنها. لكن رسوم الدوله دي جميل. الاخوان حاولوا فوق برضو كان في جلسات الاجتماعات وكذا. جميل. يعني في اكثر مره حاولوا انه يكون في
يعفو عن الرسوم، لكن الرسوم دي خاصة بالدولة موجودة. تمام تمام، ديك 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 وصلنا لديك الحمد لله. نعم. نحن الحمد لله أول شيء نشكر تلفزيون تيليجاب، يعني نحن كنا بعيدين عن تشاد، ما شفنا في تشاد إلا الاسم تشاد. التيليجاب جاب لنا الصورة اللي في تشاد الحقيقية الحقيقية. فالآن هذه هي سبب، إذا لم يكن سبب رئيسي حيكون جزء من الأسباب اللي بدأ الآن الجالية تفكر في تشاد. عشان قاعد تشيب التيلي والتيلي بتجيب لها تشاد. نحن نفكر نشوف والله تشاد فينا، نحن نسمع يقول ما في كهرباء، نشوف شارع جميل كهرباء، يعني نحن بدأنا نغير صورة متراكدة في الظاهرة اللي كان سابقا. فهذا يعني شكر كبير جدا نرجع لتيلي تشاد وعلى البرامج اللي تقدمها، وهذا كلها لها أثر في الجالية جدا، يعني إنه بدأ يفكروا الآن العودة إلى تشاد أو فكروا في الخطة البديلة. إذا سمح الله ما أكمل السعودية تشاد ده خلاص نسوي هون كذا، عندنا فكرة وعندنا وعندنا. فهذه كلها تيليكات جاب لنا الاخبار، جاب لنا الاحداث، جاب لنا حتى ناس الاداره جاب لنا الناس خلاص. ونتمنى كونوا تشادين اللي قاعدين في المملكه العربيه السعوديه واللي قاعدين في العالم كله كونوا تيليكات يعكس لهم الصوره الحقيقيه اللي متواجده هناك. كلمه اخيره لان الوقت انتهى. طيب كلمه اخيره، اول شيء شكر لله تعالى، ثم شكر لك الاستاذ علي التجديد للزياره للاراضي المقدسه، وجعلت جزء من اهتمامك وقضيه هامه هي قضية أبناء الجارية، وإن شاء الله تكون عليها صورتنا وصلت بإذن الله تعالى. وأنا أقول إن شاء الله هي قضية تحملها معك، إنه الجالية التشادية الموجودة في السعودية جالية تشيل هم بلدها، جالية تفكر في نهضة بلدها، جالية تفكر في تقدم البلد. ما تشوف الناس اللي بيقولوهم الكروجوم دول، لكن في ناس في كوادر شابة، كوادر تشادية عندها هدف كبير في تقدم ونهضة تشاد. وأنهنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وكما رأيت اليوم ورأيت في الميدان، إن نحن إن شاء الله نكون صورة مشرقة للبلد إن شاء الله، ونكون بإذن الله تعالى إن شاء الله نحمل الهم والتقدم. فخامة الرئيس كان عنده دائما يقول تشاد هي مرآة أفريقيا. صحيح. وأنهنا إن شاء الله نكون أنينا قاعدين في الخارج، نكون مرآة سفراء لبلدنا، ونكون بإذن الله تعالى شكرا الـ 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 الصورة للتقدم والازدهار. إن شاء الله دائما تشاد قدام ان شاء الله. فخامة الرئيس سياسته واضحه في مشاركات وفي يعني اثبات، واقول لهم تشاد دي ما زي زمان. ايها الساده المشاهدون ومشاهدي برنامج قضيه الحوار من المملكه العربيه السعوديه ومدينه جده، طبعا التقينا مع هؤلاء الشباب وتحدثنا معهم حول ما يقدمونه للمجتمع التشادي من خلال مجموعه رساله تطويريه وخدماتهم الجليله. طبعا كلكم تابعتم معها معي وسمعتوها وسمعتم الجاليه عايشه كيف، الشباب التشادي عايش كيف في المملكه العربيه السعوديه. هذه كلها قضايا سلطنا الضوء عليها، وان شاء الله اذا اتيحت لنا الفرصه في حلقات أخرى سنسلط الضوء على مثل هؤلاء الشباب. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ هارون محمد صالح العيسي رئيس برنامج الحج لخدمة الحجاج التشاديين ورئيس مكتب الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية. شكرا أستاذ هارون. كما نشكر الأستاذ عبد الرحيم عمر أنقاري رئيس البرنامج الغذائي في برنامج الحج التابع لمجموعة رسالة. شكرا أستاذ عبد الرحيم. كما نشكر أستاذ صالح إدريس ميرسي رئيس مجموعة رسالة. شكرا أستاذ إدريس. الشكر موصول لك أنت وللأخوة في القناة. كما أشكركم على حسن المتابعة أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج قضية الحوار، وإن شاء الله سنلتقي معكم في حلقات أخرى من برنامج قضية الحوار. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.